الانجكشن ار استرايل فارماسيوتيكال سوليوشن or suspension of the drug substance in aqueous or non-aqueous vehicle. They are administered by needle into almost any part of the body. إذن هي عبارة عن محاليل أو معلق من الدواء يكون بوسط محلول مائي أو محلول غير مائي. يعني الفيهيكل مالته أو السولفنت يكون مي أو مو مي. زين. They are administered by needle into almost any part of the body. راح يعطى بشكل نيدل لأي جزء من أجزاء الجسم. فتقسم إلى 6 أنواع. المناطق اللي ممكن أنطيه بها بشكل نيدل هي the joint المفاصل intra articular, joint fluid intra synovial اللي هي السائل الموجود بين المفاصل, spinal column العمود الحب الشوكي intraspinal and spinal fluid السائل الشوكي intrathecal, الارتريز اللي intra artery من خلال الشرايين and in emergency even the heart intracardiac في حالة الطوارئ أيضا يعني يضربون أبرة مباشرة بعضلة القلب. نجي هنا the route of administration of injection R. الطرق الإعطاء مال هذه الأوفر يكون أول شيء نوع الإنجكشن injection into the vein حقن إلى الوريد يسموها intravenous IV يرمز لها برمز IV. المصل يكون intramuscular IM, skin intradermal ID or intracutaneous يكون من خلال طبقات الأولى والثانية مع جلد الدامس والكيتينياس or under the skin تحت الجلد تحت طبقات الجلد هي subcutaneous للطبقة اللي تحت الكيتينياس subcutaneous or hypodermic اللي هو تحت الجلد. هاي route of administration. الباكجينج depend on their use اعتمادا على استخدامه. Injection are packaged in small volume as ampoule or in pre-filled disposable syringe for single dose use in vial and pen injector for single or multiple dose use. يعني يكون عندنا عملية الحفظ مال هذا الدواء اما بشكل امبول, الامبولات اللي شايفيها هاي القناني مال صغار مال اوبر مال التهابات او امبولات من هاي اللي شايفيها مثل القلم شكلها او بشكل يكون عندي تكون موجوده بالسرنج وهاي السرنج تكون ديسبوسبل استخدام مره واحده او بشكل فيال يكون ان الفيال شلون البطل مال مغذي مثل اكو فيال مال فلاجيل فيال مال باراسيتول يصير بطل صغيروني او بشكل بين انجكتر فور سنجل اور مالتيبل يوز قلم شلون القلم الجاف يكون قلم اكثر شيء هو قلم مال انسولين حتى يحقنون انسولين يكون بشكل قلم هذا القلم بس انه تضغط عليه ضغطه راح يحقن الدواء داخل تحت الجلد اوكي فبين انجكتر يحتوي على جرعه واحده وعده جرعات or in large volume plastic bag or glass container for administration by slow intravenous infusion او بحجم كبير يخلوه بحافظة تكون عندي بلاستيك او زجاجية حتى يكون عندي المادة اللي اعطاها يكون بشكل بطيء لان حجمه كبير. Some injection are available as prepared solution or suspension with their drug content label as for example 10 milligram bermol or other contain dry powder for reconstitution to form solution or suspension by adding a specific volume of dilutant prior to use and are labeled as for example 10 milligram per vial. اذا بعض الادويه ممكن هي اصلا تجيك بشكل solution او suspension يعني هي محلوله يعني هي موجوده بشكل liquid مثل اكو امثله مثلا هي يقول لك 10 ملغرام بيرمول هاي محلوله لان ما دام بيرمول فهي محلوله موجوده مثلا اكو ادويه مال التهابات جنتامايسين اميكاسين او تجيك بشكل تكون باودر وانت تحلها انت تضيف لها لكوت اذا شايفين ادويه الالتهابات الاوبر مال التهابات الاموكسيل السيفترايكزون لازم تسحب مثلا تجيب مي مقطر تخليه بالأمبول وبعدين تحله بعدين يلا تقدر تستخدم الدواء.
فكاتب لك المثال هذا يكتبون 10 ملي جرام بيرفيال، ما كاتب لك بيرمال لان ما محلول بشكل دراي باودر. زين a small volume injection may be administered as such or they may be used as additive to large volume parenteral fluid for intravenous infusion. اذا الحقن الصغيره يا اما نعطيها هيك او نعطيها نضيفها لللارج فوليوم بارانتيرال فلويد او السوائل اللي راح نعطيها بالمغذي، يعني هاي سوائل مال المي المالح والمي الحلو والمتعادل ممكن اخلي بيه اي دواء اريده همين حقنه اخليه بيه حتى انطيها انترافينيوس انفيوجن يكون انطيها بشكل وريدي. The term parenteral is defined as any medication route other than eliminatory canal and thus include a route of injection. البارانتيرال يعني خارج القناة الهضمية، اي دواء انطي وإذا هذا يتضمن لكل الحقن. زين IV infusion الحقن الوريدي من خلال الأوردة. Arterial aqueous preparation administered intravenously in relatively large volume. زين infusion يعني حقن بشكل حجم يكون كبير، كمية المادة الموجودة كبيرة. لازم يكون aqueous preparation محلول مائي، يضيفون غير مادة لأن راح يدخل مباشرة للدم. زين intravenous is relatively large volume بحجم كبير. They are used to extend blood volume يزيد حجم الدم and or provide electrolyte أو يجهزنا بالإلكترولايت مثل الصوديوم والبوتاسيوم or nutrition أو المغذيات or medication أو أدوية، لهذا نعطيها بشكل IV infusion. Mass intravenous infusion are administered to critical care or infirm or dehydrate or malnutrition patient or to patient prior to during prior to or during and or following surgery. يعني ينطوها في حالات الشخص اللي عنده سوء تغذية، الشخص اللي عنده جفاف، الشخص اللي ممكن قبل أو خلال أو بعد العملية يخلوا له من هذا الـ IV infusion. Intravenous infusion are widely employed in emergency care. يعني يطبق بشكل كبير في حالات الطوارئ. زين وحدات الطوارئ. In hospital and other patient cares in situation and in home care. يعني خلوها بالمستشفى أو بأي مكان بعناية أو بالبيت. Then those IV infusion are necessary to be isotonic. فيكون those IV infusion ضروري يكون isotonic. Also some intravenous solution are isotonic or nearly isotonic with the blood. The isotonicity is not absolutely necessary because the volume of fluid usually administered are rapidly diluted by circulating blood. إذا إحنا مو قلنا يفترض إنه IV الحقن الوريدي يكون عندي يكون ايزوتونيك. ايزوتونيك يعني متعادل من ناحية الأملاح والإلكترولايت الموجودة بيه. زين بس هو يقول not necessary لأنه هو راح يتخفف بالدم الموجود بالجسم، فمو ضروري يكون ايزوتونيك. إحنا قلنا باللارج فوليوم همينة مو ضروري يكون ايزوتونيك لأنه حيتخفف بالفلويد الموجودة. Then, in practice, additional component or additive frequently are added to this basic solution. عمليا ممكن أضيف مواد أخرى أضيفها للمحلول الأساسي اللي ممكن يكون عندي مغذي مالح حلو متعادل رينجر هو مغذي مال كالسيوم بنسبة كالسيوم. Drug and other additive administration by infusion are rapidly distributed through our circulation. الدول اللي حنطي من خلال الانفيوجن بسرعة رح ينتشر من خلال لوعية الدمو. Administration set is attached to intravenous bottle or bag to deliver the fluid into the patient vein. Then administration شلون نعطيها ال IV infusion؟ تربط من خلال اكو فشي نسموه جهاز اعطاء. انتم شايفين شايفين يعني مريضة تخليوا لك قالولة وجهاز اعطاء ويربطوا بطل بطل هذا المغذي مغذي مالح او حلو، فيكون عندي عن طريق انه خليه يربطوا بطل بي فلويد ينطول البيشنت عن طريق الوريد. The state may be standard. هذا الستيت البي بي مايكرو دريب مايكرو دريب اور ماك اور بيدياتريك مايكرو دريب. هذا الستاندر مو بجهاز اعطاء، جهاز الاعطاء اكو مال او النيدل او جهاز الاعطاء اكو مال كبار بالعمر واكو مال صغار بالعمر. هذا شنو يتحكم لي بعدد الدروبات اللي ممكن ينطيها للبيشنت بالمل الواحد.
المايكرو درايب او المايكرو درايب يتحكم بعدد الدروبات، عدد القطرات اللي ممكن توصل للبيشنت بالمل الواحد. يكون the drip rate can vary from من 10 إلى 15 drop per minute for standard set، من 10 إلى 15 هذول الكبار بالعمر، and to 60 drop per minute for micro drip set بالنسبة للصغار بالعمر أو الأشخاص اللي يكون عندي جسم بنيتهم ضعيفة، فينطوهم يكون أسرع الدروب مالته أسرع من 10 إلى 15. أوكي اوكي اوكي ما شاء الله، اقول نفسي اوكي زين. The drip rate for a blood transfusion set is usually من 10 الى 15 drop per minute. بالنسبه الى نقل الدم من جهه هذا بطل مال الدم ينقله الشخص، فيكون السرعه مالته من 10 الى 15 قطره بالمل الواحد. With infusion of من 250 الى 500 ml administration over من 2 الى 4 ساعات. الانفيوجن مالته من 250 الى 500 مول يكون عند الاعطاء مالته لمده من ساعتين الى 4 ساعات، يعني بطيء ينطوه اياه، نقل الدم يكون بطيء. How the infusion pass into the patient vein، شلون يدخل هذا الانفيوجن الحقن الى الوريد مال المريض. The passage either assist by gravity، يكون عندي من خلال بمساعدة هذا الباسج المرور من خلال مساعدة الجاذبية الأرضية. Solution is hung on the stand well above the portal of entry، يعني مثلا انتم شايفين المريض من ينطوه مغذي يعلقوه في الستاند وينزل الليكويد او الفلويد ينزل للوريد، لازم يكون البطل مال المغذي يكون اعلى من الوريد مال المريض او ايد المريض. Or by electronic volumetric infusion pump. هذا الالكترونيك فوليومتريك انفيوجن بامب، ممكن هذا تشوفوا وين؟ تشوفوا جماعه هذول اللي عندهم فشل كلوي اللي يبدلوا لهم دم، فيكون اكو جهاز هو بام يدفع ويسحب. زين؟ Some infusion pump can be calibrated to deliver micro infusion volume. بعض البام ممكن يعطيني مايكرو انفيوجن، يعني الدروب مالته تكون كبيره. Such as 1 بالعشرة مايكرو انفيوجن بير اور، 2000 مايكرو انفيوجن بير اور. Depend on the drug being administrated and the require of the patient. تعتمد على الدواء اللي لازم أعطيه وعلى احتياج المريض. Electronic controls can be used to maintain the desired flow rate. الإلكترون control أستخدمه حتى أحصل على قوة التدفق أو سرعة التدفق المطلوبة. فالإلكترونيك أغلب شيء يشوفوه جماعات الفشل الكلوي لما يغسلوا لهم الدم مالتهم او يبدلوا لهم الدم مالتهم، او هذول الاطفال اللي عندهم يرقان ابو صفار لما يبدلون الدم مالتهم. اوكي حتى يتحرق حتى انه شو اسمه يتحكم بالسرعه مال التدفق مال الفلويد الموجوده. Set of injection in administration of infusion, special needle or catheter are required. Large, intermediate and small cage needle or catheter are used. يعني بالانفيوجن احتاج نيدل، النيدل هي الموجودة بالكاثيتر اللي هي الكانولة. الكانولة اكو كبيرة، اكو متوسط الحجم، اكو صغيرة. زين، the narrow the cage the slower the flow rate and thus the longer period required to infuse specific volume. كل ما تكون صغيرة هاي الكيج النيدل، كل ما تكون صغيرة مال كانونة حتكون عندي تحتاج الفلوريت تكون بطيئة وتحتاج فترة طويلة لحد ما يصير بي انفيوز بالفوليوم المطلوب. Vein of the back of the hand ممكن يخلوها على الجزء الخلفي من الرسخ مال الايد، اور فورمر يكون عندي على الايد الكف مال الايد من قدام. سابك ليفيان ما اصور وين، جوجولر اتصور هو يكون عندي بمنطقة الرقبة، اكو بين رئيسي منطقة الرقبة يخلون بيها من كانولة، واكو السكالب شنو هو هذا؟ بريماتشور نيونيت، هذول الأطفال الصغار بالعمر اللي هو حديث ولادة، هذول ما عندهم أوردة وشرايين مبينة واضحة تحت الجلد. فشي يسوون؟ يجون للراسة من جهة الأمامية من الرأس، يزينون شوية من شعره، يدورون على الفين ويخلون الكانونة براسه. أوكي؟
فحسب المريض، حسب وضعيته، حسب ممكن يشوفون الفين وين ممكن يكون واضحة حتى ينطوه يخلوا له الكالولا مالته. دكتور يعني فهمتي؟ شلون يعني ما شعر بالراس؟ ها بقى طفل حديث الولادة ما عنده، ما يبين عنده أوردة وما يبين عنده شرايين، لأن هو بعده صغيرون كلش. فشي يسوون؟ القصة مالته يعني مقدمة الرأس، شي يسوون؟ شوية يزينون جزء منها، لأن هي موجودة بفروة الرأس، السكالب هي الفروة مال الرأس، موجودة بفروة الرأس، فهو شوية يزين جزء من الشعر مالته حتى يلقي الفين ويدخل الكالولا. فهمتني؟ يعني يخلوها برأسه. ايه فهمت شو انت شكرا. اوكي. انت ما شايفه وانا ما شايفه ترى بالمستشفى، بس يعني حاكي لي اكو يعني طريقه انه طفل اذا ما يلقون الفين يخلوها براسه، او مرات شو يسوون؟ يخلوها برجلي، برجلي من جوا، هم يسووها. اوكي اوكي دكتورة اوكي. زين. Some component of intravenous infusion solution، مكونات ال intravenous infusion solution، intravenous infusion solution، مكونات ال intravenous infusion. نورمال سلان احنا قلنا اكو نسبته 9% واكو نسبته 45%، يعني نص نص النسبة الأولى. الدكستروز ان ووتر نسبته 5% واكو نسبة 10%. زين اكو يكون عندي مالح حلو بالدكستروز وبصوديوم كلورايد، الدكستروز 5% وصوديوم كلورايد 9%، او دكستروز 5% وصوديوم كلورايد 45%. فيكون عنده ولاكتيت رينجر، رينجر بصوديوم كلورايد وببوتاسيوم كلورايد وبكالسيوم، فهاي النسب مالته. انتوا حفظوا هذا، المرات جوز يجيبكم بمسألة يجيكم هاي، يعني هاي الرموز اللي هنا اللي هي دكستروز ان ووتر او نورمال سلاين. زين وعندي 5% دكستروز ان لاكتيت رينجر، ممكن يخلون دكستروز ورينجر. اوكي دكتور يكون هاي شنو هاي الصح اللي منه اللي هاي علمنا بقى هاي الدكتور هاي مختصرات هذا هذا المحاليل، نسبتها مختصراتها تجي هاي. مثلا انت مع البطل نبات ما يكتبون هو صوديوم كلورايد او يكتبون نسبته، فيكتب لك هيجي مختصر عليه. اوكي اي زين سوليوشن على دكتور بريبر هاي شو النسب مكتوب النسب يعني بالمختصرات مو هي كاتب هسه نورمال سلاين 9% هو التوتال. زين كاتب نص ان اس اللي هي نص النورمال سلاين، دس الواتر هي 5%، دي 5 ووتر يعني 5% دكستروز 5% من المي. اوكي او 10% هو كاتب لك اياها مختصرها، هتفهم؟ ما اوكي كاتب دكتورة نسبة بس كاتب ارقام. زين هاي ذني اي احفظها يعني بالمسألة، لان هسه تشوف اكو مسألة راح تجي اكو كاتب لك اياها هيك بهالطريقة المختصر مالتها، هسه اوكي اشوف اوكي لكم اياها. اوكي زين اير سوليوشن ار بريبر ان ووتر فور انجكشن، كل المحاليل اللي انطيها اي في لازم البيس مالتها ووتر او السولفنت مالتها ووتر. زين ان اديشن تو ذا سوليوشن ليست اذر كونستريتد اوف ديكستروز اند صوديوم كلورايد ار كوميرشالي افاريبل، ذيس سوليوشن مي بي ادمنستريتد از سوتش از اور يوز از فيهيكل فور ثيرابيوتيك ايجنت نيوتريشن اور اذر اديتيف. هاي المحاليل اللي اما انطيها للمريض هيك يعني نفس يعني بحدها، او اضيف لها دواء او اي مواد اخرى اضيفها اخليها بالبطن وانطيها للمريض. زين example calculate of basic intravenous infusion، شلون احسب الانترافينيوس انفيوجن؟ هنا كاتب how many gram each of dextrose and sodium chloride used to prepare 250 ml pack of دي 5 نص نورمال سلاين فور انترافينيوس انفيوجن. هسه هذا قلت لك اياها، قلت لك لازم تحفظها، انه ديكستروز 5 نسبته بالمية ونص نورمال سلاين، يعني نسبة الديكستروز 5% والنورمال سلاين 45%. فيقول لك، يقول لك يريد عدد الغرامات للديكستروز والصوديوم كلورايد بهاي النسبة. زين بحجم 250 مول، 250 مول نضربها في النسبة، نسبة الديكستروز اللي هو 5% يطلع لي 12 ونص جرام اوف ديكستروز. بالنسبة الثانية مع صوديوم كلورايد هي 45% نضربها في 250 يطلع لي صوديوم كلورايد 1.125 جرام. زين هذا السؤال الأول، يعني ما بي شيء واضح وبسيط، انه مجرد تضرب الحجم بالنسب اللي نعطيك اياها. اوكي اوكي دكتور اوكي نكمل. اي نعم دكتور ها اي الله اكبر ماما.
ايه ماما ايه ايه راح يا راح خلاص. زين compare the number of drop and the length time in minutes required to deliver 50 ml of intravenous solution when using micro drip set at 60 drop per ml and standard administration set at 15 drop per ml if each case and one drop is to be administered per second. هسه هذا السؤال يريد العدد الدروب الموجودة والوقت مالتها. إذا ينطيك محلول حجمه 50 مل زين مستخدم مايكرو دريب اللي هي تتحكم بعدد الدروبات الموجودة بير مل. إذا المايكرو دريب أول وحدة 60 مل بير 60 دروب بير مل زين هو 60 دروب بير مل. إذا ب 50 مل ايش قد؟ راح يطلع لك 3000 دروب بال 50 مل زين. ريد التايم مالت هذا طلعنا عدد الدروبات. ريد التايم لينث اوف تايم فيقول لك هنا أنا شنو يقول لك اذا الدروب الوحده بير سكند دروب وحده تنزل خلال ثانيه وحده اذا 300 3000 دروب بير 60 دروب بير مينت يعني معناها الدروب الوحده بير سكند اذا الدقيقه الوحده دقيقه بها وحده بها 60 ثانيه يعني معناها 60 دروب فيكون 3000 تقسيم 60 راح يطلع لي 50 منت 50 دقيقة. فهمتوني طلاب؟ واضحة عندكم؟ بس بيديها شوية زين بقى اريد عدد الدروبات. الدروبات شلون تحسبها؟ هو نعطيك الحجم ونعطيك مايكرو دريب. اذا يقول لك اذا 60 دروب بير مل زين هو نعطيك 50 مل. اذا 60 بالمل الواحد ب 50 مل ايش قد؟ طلع لك 3000 زين. هو يريد التايم يقول لك اذا الدروب الوحده تنزل خلال دقيقه خلال ثانيه وحده الدروب خلال ثانيه وحده اذا اذا 60 دروب يعني معناها خلال ايش قد؟ خلال دقيقه 60 دروب بير مينت زين 60 دروب بير مينت. اذا انا عندي 3000 دروب 3000 قطره فقسم 3000 على 60 حتى اطلع كم منت احتاج حتى تنزل تكمل الحجم هذا مال 50 مول. وضحت عندكم لو لا؟ زين دكتوره اقدر اسويها نسبه وتناسب؟ اي ممكن عادي تصير هنا نسبه وتناسب عادي ما دام ما بيها مو قانون تخفيف ولا ستوك سوليوشن عادي اقدر اسوي نسبه وتناسب. تمام دكتور. اوكي. زين IV Bush, IV Bush, IVB is the rapid injection of intravenous medication. يكون هذا الـ IV راح يكون حقن مباشرة بالوريد. يعني ما أحتاج إنه أخلي جهاز عطاء أو بطل مجرد إنه أحقن مباشرة بالوريد. As in emergency or critical care situation في حالة الطوارئ أو في حالات معينة. يسموه IV Bush, IVB, IV State. or sometimes يسموه bolus dose يعني جرعة مضاعفة أو جرعة قوية يحقنوها بالمريض حتى يبدي مثلا الدواء يشتغل لحد ما يحقنوه وريدي لأن هذا الوريد البطل يأخذ له وقت يأخذ له ساعة يلا يبدي يشتغل فيقول لك أول شيء أنطيه bolus dose خليه يشتغل بجسم الدواء وبعدين يلا أنطيه بالمغذي. For some time, for most part, drug administered by IV Bush are intended to quickly control heart rate. استخدمها في حالة انه اسيطر على سرعة نبضات القلب او البلاد برجر او الكاردياك اوتبوت زين النبض مال القلب او الريسبيريشن بحالة التنفس ممكن ننطف الدواء حتى يتحكمون بسرعة التنفس مالته او other life threatening condition او ممكن ننطي مثلا اي دواء ممكن حتى في حالات اللي تكون عندي الشخص يكون حالته معرضة للخطر. Then intravenous Bosch medication frequently are administered in less than 1 minute. The intravenous Bosch ينطوه هي أقل من دقيقة واحدة. يعني نحقن مباشرة وريد لحسب أقل من دقيقة. The safe administration of a drug by IV Bosch depend on precise calculation of the dose and rate of administration. إذا شلون إذا أنطي IV Bosch إحنا قلنا خلال دقيقة واحدة. لكن السرعة مالته والجرعة مالته راح تعتمد على نوع الدواء مالته. نوع الدواء مالته راح يتحمل انه ادفعه خلال دقيقه وش قد الدوس اللي احتاجه فتعتمد على نوع الدواء. اوكي زين example calculation of IV Bush drug شلون احسب الاي في بوش. A physician order enalapril
زين فازو تيك اي في 2 ملي جرام اي في بي فور هايبرتنسيف بيشنت. اذا مريض او طبيب انطى للمريض دواء يسموه انالابريل. هذا الدواء هذا الانالابريل انالابريليت هذا الاسم العلمي. الفازوتيك فازوتيك هذا الاسم التجاري، خلي بين قوسين اسم تجاري، فالاسم العلمي انالابريت. احنا نختصر نقول انالابريل لان هو المتعارف عليه انالابريل. زين نعطيه 2 ملي جرام، ينطيه اي في بوش، ينطيه حقن وريدي سريع لمريض عنده ضغطه صاعد فيريد راسا ينزل ضغطه فينطيه هذا النوع من الدواء. زين الفارماسيست ديليفر سيفرال ديليفر سيفرال 1 مل انجكشن. الصيدلان ايش عنده هذا الدواء الامبول الوحده بها 1 مل. زين ال1 مل ايش كونتينج 1.25 ملي جرام اوف انالابريل. ال1 مل يحتوي 1.25 ملي جرام من هاي الماده. زين اريد 2 ملي جرام مو 1.25، يعني بعد اكثر ازيد ايش قد احتاج، كم مل احتاج، هاو ماني ملي لتر اوف انجكشن شود بي ادمنستريت. زين اول شيء 1.25 ملي جرام بير 1 مل يساوي 2 مل بير اكس مل، يعني اذا الواحد مل بي 1.25 هم النسبه وتناسب 1 مل بي 1.25. اذا الاكس مل 2 جرام ايش قد عدد الملات بال2 جرام ايش قد، فطلع لي عدد الملات لل2 جرام 1.6 مل. فيكون يقول لك 1.6 مل معناها اخذ امبوله واحده او سرنج واحده ام 1 مل واخذ 1.6 مل من السرنج الثانيه. فهمتوني؟ هي السرنج او الامبول بها 1 مل. زين والواحد مل بيها 1.25 ملي جرام من المادة، بس أنا أريد 2 ملي جرام، يعني هي بيها 1.25 ملي جرام، فأنا أريد 2 ملي جرام. شلون أطلعها؟ أحسب أقول نسبة وتناسب، إذا بالواحد مل 1.25، إذا واحد مل بيها 1.25 كم مل ب 2 جرام؟ طلع لي 1.6. هاي 1.6 شلون راح أنطيها للمريض؟ أقول أضربه أمبولة واحدة أم الواحد مل وأضربه 1.6 مل من الأمبول الثاني، يعني تقريبا أكثر من نص بشوية حتى أوصل للاثنين جرام. فهمتوني؟ زين دكتور هالواحد مل منين جبناه؟ واحد مل هي بالصيدلية الدواء موجود أمبولة مالته واحد مل. غير عمود نوصل للحجم الثاني نطيح للمريض عن مود تصير بدمه 2 جرام. أي شلون أصل 2 جرام؟ يعني آخذ أمبولة مل واحد مل وأضيف نص أمبولة الثانية حتى يصير عندي 2 جرام. دكتور ممكن تعيديها؟ شلون اعيدها؟ بس افهمني الواحد مل الويت مالته 1.25 1.25 الواحد مل بوزن من الانالابريل 1.25، بس انا اريدها ب 2 الوزن مالته 2 جرام او 2 ملي جرام. ايش كم مل؟ ب 2 ملي جرام كم مل؟ اذا بالواحد مل 1.25 2 جرام كمل بها، او خل اعكس لك اياها، الواحد وربع موجوده بواحد مل. زين 2 جرام بكم مل موجوده؟ فيسووها نسبه وتناسب تطلع 1.6 مل. 1.6 مل ماكو بالصيدليه امبول 1.6، فشي يقول لك؟ يقول لك اخذ امبوله ام 1 مل واخذ نص امبوله ام 1 مل اخذ نصها حتى يصير عندي 1.6 وانطيها للمريض. يعني يجيك المريض تنطي امبولتين، يقول له طق وحده اخذها كلها والثانيه اخذها اكثر من النص بشويه حتى تصير عندي 2 جرام فيت. وضحت؟ وضحت؟ اي دكتوره وضحت. تمام. زين افيزيسين اوردر ميدازولام هيدروكلورايد فيرسيد 2 ملغ اي في سيد ات فارماسيست ديليفر افيال كونتينينج ميدازولام هيدروكلورايد 5 ملغ بيرمال. هاو ماني مليلتر شود بي ادمنستريتد؟ هنا ميدازولام هذا دواء يكون مال نفسيه، دواء مهدئ دواء مهدئ او دواء مال نفسيه. فيقول لك الدكتور انطاه بجرعه 2 ملي جرام. زين يقول لك كم مل احتاج انطيه للمريض؟ زين اذا الصيدلاني عنده الدواء مالته جرعته 5 ملي جرام بير مل، يعني الامبوله مالته اللي عنده هي 5 او الفيال اللي عنده 5 ملي جرام بير مل، اوكي، واني اريد 2 ملي جرام،
هو عنده 5 ملي جرام بعمل، انا اريد 2 ملي جرام، يعني كم مل احتاج؟ فيهمه نسبه وتناسب، 5 ملي جرام بالمل الواحد، ب 2 ملي جرام كم مل؟ فيطلع لك 4 × 10 مل. بين عندكم واضحه طلاب؟ يعني اقل من نص بشويه. تمام يا هم نسبه وتناسب، هم نسبه وتناسب لا تفهم، هي كلها نسبه وتناسب. يعني معناه اعطي اقل من نص بشويه، انطي الامبوله ماتي حتى يقدر ياخذها. مريض عنده سكر في الحاله يعني لاست ستيج من اللي هو سفير دايابيتيك كيتو اسيسوسيس، يعني معناها يقوم البنكرياس يحول السكر الى ماده يسموها كيتون، فيكون عندك الدم يصير حامضي. اوكي، ففي هذه الحاله يحتاج ينطو انسولين اي في، يعني واصل مرحله بعد فحالته كلش خطره، فلازم ينطو انسولين بشكل وريدي. فيكون العلاج مالته ينطو بولس دوز اول شيء، جرعه مكثفه نسبه 1 × 10 او 4 × 10 يونت. الانسولين ينقاس بوحده يسموها يونت، يعني وحدات، يعني 1 × 10 او 4 × 10 وحدات من الانسولين بير كيلوغرام اي في بولس او اي في بوش، فلو باي ان انسولين دريب. بعدين ينطو انسولين دريب اللي هو بالمغذي. زين، كالكوليت ذا بولس دوسج رينج فور 200 باوند بيشنت وزنه 200 باوند. اول شيء خلينا ببالنا لازم نحول وزن البيشنت نحوله للكيلوغرام، هو 200 فالوحده مالتي 200 اقسمها على 2.2 باوند بير كيلوغرام يطلع لي 90.9 كيلوغرام. هاي انه نحول من الباوند للكيلوغرام هي 2. نقسم على 2.2. اوكي، هاي تحفظوا الرقم انه حتى حول من الباوند للكيلوغرام اقسمها على 2.2. زين، طلع لك الوزن 90.9، اضربه في 1 × 10 حتى اطلع ايش قد وحده من الانسولين احتاج، وايضا اضربه في 4 × 10 حتى اطلع كم وحده من الانسولين احتاج. بالبدايه احتاج 9.9 والثاني 36.36 وحده من الانسولين احتاج احقنها للمريض كبولس دوز، بعدين يلا انطيه بالمغذي. وضحت عندكم طلاب؟ واضحه يا دكتوره. اوكي، زين، a special consideration in the pediatric IV infusion delivery. هنا أنا الطفل الحالة تكون تختلف، لأنه على وزن الطفل راح يبدي إنه يحددون إيش قد الدوز اللي يحتاجه. Depending on in situational protocol, medication order for intravenous infusion for 10 kg child may be stated as. إذن طفل عمره 10 وزنه 10 كيلوات. زين، ينطوه مثلا دوبامين 60 ملي جرام بير مل اي في تو ران ات 5 مل بير اور تو جيف 5 مايكروغرام بير كيلوغرام بير مينت. هاي شنو؟ دوامين ينطو طفل وزنه 10 كيلوات هو الجرعه مالته 60 ملي جرام بير مل، لازم هاي 60 ينطوها 5 مل خلال ساعه، 5 مل خلال ساعه. زين، الجرعه الاساسيه كم الوزن مالته ايش قد؟ هذا 5 مل خلال ساعه، الوزن مالته ايش قد؟ وزن 5 مايكروغرام بير كيلوغرام بير مينت، 5 مايكروغرام بير كيلوغرام بير مينت. At some in situation in which standardized drug product and established protocol have been developed, the same medication order may be written simple as dopamine 5 microgram per kilogram per minute. يعني يختصرون الحكي الفوق كله، يقول لك أنطي 5 microgram للكيلوغرام الواحد للدقيقة الواحدة. To provide equivalent accurate drug dosing for of patient حتى أوصل إلى الوزن الدقيق للدواء اللي حنطيه المريض. This is because the standard solution of dopamine used in situation as described in previous example containing. الستاندر اللي لازم أنطي أو الجرعة الأساسية المثبتة الرسمية للدوبامين هي 60 ملي جرام من الدوبامين ب 100 مول. زين، اللي هي موجودة، يعني الأمبولة الموجودة هي 60 ملي جرام بال 100 مول، أمبولة جاهزة هي 60 بال 100 مول. زين، هو يقول لك أريده كل 5 مول خلال ساعة تخلص، كل 5 مول إنه تخلص خلال ساعة. Would be delivered the same dose of 5 microgram per kilogram per minute to 10 kilogram patient. زين، هي نفس الجرعة اللي محددها إنه 5 microgram per kilogram per minute. هاي 5 microgram per kilogram per minute هاي هم محدديها. أكو كتب يسموها British Pharmacopoeia، United States Pharmacopoeia، أو Iraq
هيراكي فارماكوبيا، هذا البي ان اف هذا يحدد لك كل دواء ايش قد الجرعه مالته على اساس الوزن خصوصا للاطفال. فيقول لك الدوبامين على اساس وزن هذا الطفل راح يكون عنده 5 مايكروغرام بالكيلوغرام بير مينت على اساس وزنه زين. وهي الامبوله موجوده ب 60 برمل، وهو الدكتور قال لك اريدها الصين مالتها الفلوريت كل 5 مل خلال ساعه. زين شلون راح احسبها؟ ال 60 ب 100 مل زين، عدد الغرامات ب 5 مل ايش قد هم نسبه وتناسب، اريد اطلعها ب 5 مل. طلعت ب 5 مل 3 ملي جرام لازم تنحقن خلال ساعه واحده زين. 3 ملي جرام او 3000 مايكروغرام اقسمها على 60 منت لان هي خلال ساعه احولها للدقيقه، طلع لي 50 مايكروغرام اوف دوبامين ادمنستريتد بير مينت زين. 50 هاي بير مينت، اذا اضربها في 10 حتى اطلع لان هي بير مينت وبير 1 كيلوغرام، اذا اضربها في 10 حتى اطلعها بير 10 كيلوغرام مال بيشنت، اضربها في 10 حتى اطلعها بير 10 كيلوغرام فور بيشنت. اوكي واضحه عندكم طلاب؟ بالبدايه لازم اطلع الوزن، هذا الوزن اطلعه بالمنت، بعدين اطلعه بالويت اللي هو ناطيني اياه حتى احسب ايش قد وزن يحتاج من هذا الدواء. واضحه عندكم طلاب لو ما فهمتوها؟ واضحه دكتوره، واضحه واضحه ان شاء الله. واضحه؟ اوكي. هاي اخر شيء. عين شنو اخر شيء؟ شنو يا هي؟ يا هي اخر شيء مال الوزن؟ مال الوزن لو مال المنت؟ يا هي اخر شيء؟ يا هي عيني بس قولي لي يا هي اخر شيء. Calculate the daily infusion volume of dextrose بنسبة 10% dextrose بالwater to be administered to neonate weight 3 pound في 8 اونس on the basis of 60 مول بير كيلوغرام بير داي. اول شيء نخلي ببالنا انه لازم احوله للكيلوغرام الوزن مال النيونيت، النيونيت يعني حديث ولاده. وزنه هو 3 باوند و8 اونس، فهو يحوله انتوا اللي تحفظون الاونس، انتوا تحفظوا بس تحويل الباوند ايش قد يصير. فهو 3.5 باوند، شلون نحوله للكيلوغرام؟ نقسمه على 2.2 باوند بالكيلوغرام فيطلع لي 1.59 كيلوغرام او 1.6 كيلوغرام من وزن هذا الطفل. زين 1 مول الوزن مالته سوري العدد الحجم مال هذا الدكستروز ووتر، يعني طفل حديث ولاده ده ينطوه شو اسمه محلول يكون حلو لانه بي دكستروز بنسبه 10%. يقول لك هذا المحلول انطيه 60 مول للوزن، الوزن للكيلوغرام الواحد خلال اليوم. هذا 60 مول بالكيلوغرام الواحد هو ايش قد ايش قد وزنه 1.6 كيلوغرام، فاضرب 60 في 1.6 حتى طلع للوزن مالته كم مل للوزن مالته، صار عندي 96 مل للوزن مال هذا البيبي. Using an administration state that delivers 60 drop per mol at 20 drop per minute. زين calculate the total time for above infusion. زين هو شو يقول لك هسه طلعت لك اياه الحجم الكلي اللي احتاجه لهذا الطفل. زين يقول اذا انا انطي جهاز اعطاء، هذا جهاز الاعطاء يكون ينطيني يتحكم لي يقول لي 60 قطره تنزل بالمل الواحد، 60 قطره بالمل الواحد، فش اسوي؟ اضرب 96 اضربها في 60 لان هي 60 للمل الواحد في 96 فاطلعها بكم قطره، او سويها نسبه وتناسب انه 96 مل كم قطره، اذا بالمل الواحد هي 60 قطره، فاطلع اول شيء طلع نسبه عدد دروب بير مل. اوكي بعدها يقول لك طلع لي الوقت اذا 20 دروب بالمنت الوحده، انت طلعت كم دروب بالبدايه من سويت نسبه وتناسب؟ هاي العدد دروبات اقسمها على 20 حتى اطلع بكم منت. فهمتوني؟ تقدرون تكتبوها شلون ما هو حالها بالكتاب، انه 96 ضربها في 60 بير منت في 1 منت على 20 دروب طلعت لي 288 منت، او تقدرون تفصلوها بالبدايه اول شيء طلعوها بدروب بير مول بعدين طلعوها بدروب بير منت. فهمتوني؟ الوضع يا دكتوره شوي. يعني طلع لك انت عندك عدد الحجم الكلي بالنسبه لهذا الطفل ايش قد راح انطيه؟ الحجم الكلي بالنسبه للطفل هذا انطيه هو 96 مل. هذا الحجم الكلي، هو يريد بعدد القطرات لان هو استخدم جهاز مال توصيل
اللي هو جهاز الإعطاء، يقول لك كم قطرة بالمل الواحد. فهو إذا 60 قطرة بالمل الواحد، يقول لك ب 96 مل كم قطرة يحتاج؟ 96 مل كم قطرة؟ فيقول لك، أنت تقول له 1 مل بها 60 قطرة، 96 مل إيش قد؟ طلع لك عدد الدروب بير مل. زين، يقول لك أنا طلع لي بالوقت التايم، إيش قد يحتاج وقت؟ إذا 20 قطرة بدقيقة واحدة، انت كم قطره طلعت لك بالبدايه من طلعت مال هاي النسبه وتناسب مال 96 بير اكس دروب على يساوي لي 60 بوان مول، فكم قطره طلعت لك؟ بس مجرد تقسمها على 20 حتى تطلع عدد الوقت، عدد المينت. تمام دكتور، وضحت عندك؟ وضحت عندك انه اول شيء اطلع عدد الدروب بير مول، بعدين اطلع عدد الدروب بير مينت. فأول شيء أضرب فيه 60 والثانية أقسم على 20. تمام دكتور. تمام. زين. السؤال الثالث، جنتاميسين سلفايت سلفيت 2.5 ملي جرام بير كيلوغرام از بريسكرايب فور 1.5 كيلوغرام يونيت، كالكوليت الدوز اوف دراج اند وين دراج از بليس ان 50 مول اي في باج ذا فلو ريت ان مول بير مينيت اف انفيوجن از تو ران فور 30 مينيت. اول شيء احنا هو 2.5 ملي جرام بير كيلوغرام، اذا اريدها 1.5 كيلوغرام ايش قد؟ ف 2.5 في 1.5 يطلع لي الوزن الكلي مال الماده اللي انطيها لهذا الطفل، يعني اضرب 2.5 في 1.5 طلع لي 3.75 ملي جرام من الجنتامايسين. هاي اول شيء لان هو يريد الوزن مال الدواء او الدوز مال هذا الدواء ايش قد؟ الجرعه مال هذا الدواء ايش قد؟ بالملي جرام. زين، بعدها ايش راح اسوي؟ يقول لك احسب لي الفلوريت مالته بالمول بير مينت، الفلوريت سرعه التدفق بالحجم بالمول بير مينت. شو راح تحسبها؟ اذا هو يقول لك الفيوجن مالته راح يستمر لمده 30 دقيقه. زين، فتقسم 50 مول اللي هو نعطيك اياها تقسمها على 30 فيطلع لك 1.7 مول بير مينت، يعني كل 1.7 مول راح يكون عنده التدفق مالته دقيقه واحده يخلص. بينت عندكم طلاب؟ واضحة عندكم عيني؟ واضحة؟ واضحة طلاب؟ واضحة دكتور. يعني هو بس مجرد انه احول الوزن حتى احولها بالكيلوغرام مال البيبي اللي ايش قد وزنه، اطلع عدد الدوز مال هذا الدراك، بعدين شو اسوي؟ اجي هو ده يقول لك انا انطيته 50 مل وهذا التدفق قبل 50 مل خلال 30 ثانيه، فيكون عندي خلال 30 دقيقه فيكون عندي يعني بالدقيقه الواحده كم مل؟ فيكون عندي 1.67 مل بالدقيقه الواحده، بس مجرد تقسم 50 على 30. اوكي اوكي دكتور. اوكي زين، rate of flow of IV fluid. زين، on medication order the physician specify the rate of flow of intravenous fluid in milliliter per minute. سرعة التدفق اللي يكون عنده يا اما يقيسها بالمل بير مينت او دروب بير مينت مثل ما قلنا سابقا بالمعادلات او المسائل السابقة، او amount of drug milligram per hour or more frequently as approximately duration time of administration of total volume of infusion. او ممكن ياخذها يقول لك الفتره اللي يحتاجها بالنسبه للحجم الكلي. Pharmacists may be calculate to on to perform or check the rate of flow calculation of in time. The following equation used in rate of flow calculation. هاي المعادله استخدمها حتى احسب rate of flow. شلون احسب rate of flow؟ rate of flow تقاس بدروب بير مينت اللي عدد القطرات بالدقيقه الواحده، تساوي لي الفوليوم اوف انفيوجن الحجم الكلي مال الانفيوجن مالتي في الدريب سيت اللي هي عدد القطرات بالمل الواحد على الوقت، الوقت ايش قد يريده.
الكومن يوسج ار مايكروسيت ذات ديليفر. احنا قلنا المايكرو توصل لنا يا 5 10 15 مايكرو او ميني درايف سيد ديليفر 60 دروب بير مليليتر. اوكي فالمايكرو توصل ل 10 الى 20 والمايكرو الثانيه اللي هي تكون اصغر توصل لي 60 دروب بير مينيت. اوكي فنحسب الفلو ريت على اساس هاي الايكويشن راح نجي على هذا المثال. المثال ما عندنا ميديكيشن اوردر كول فور 100,000 مول من الديكستروز بنسبه 5% ووتر to be administered over 8 hour period using an IV administrate say that deliver 10 drop per mol. How many drop per minute should be delivered to the patient؟ يعني يريدها الفلو ريت drop per minute يعني فلو ريت. احنا قلنا على اساس الاكويجن الفلو ريت شلون احسبها؟ اساوي لي الفوليوم اوف انفيوجن في الدريب سيت اللي هي drop per mol على التايم. الفوليوم ايش قد الكلي الحجم الكلي مال الانفيوجن هي 1000. الدريب سيت هو كاتب لك اياها ايش قد كانت 10 drop per mol. زين الوقت ايش قد لمده 8 ساعات. 8 ساعات لازم تحولها للمنت لانه تايم بالمنت فيطلع لي 480 منت فيطلع 1000 في 10 على 480 طلع لي 20.8 او 21 دروب بير منت. واضحه طلاب؟ واضحه عيني؟ واضحه دكتوره. بس ها تطبيق مباشر تطبيق مباشر تطبيق مباشر اي بس القانون تطبيق مباشر يعني ماكو داعي تدوخون بس انتم بس تشيكوا الوحدات بس الوحدات لازم الفوليوم انفيوجن بالمول الدريب سيت دروب بير مول والتايم يكون بالمنت حتى لا تخربطون بس تشيكوا الوحدات. واكو هنا قوانين هنا يقول هنا in certain calculation the following equation find application to calculate the infusion time. الانفيوجن تايم الفوليوم اوف انفيوجن ان مول على الفلو ريت ان مول بير اور اور مول بير مينت. يريد الانفيوجن تايم ايش قد الوقت الوقت مال حق المرات يعطيك اياها بالعكس ما يريد الفلو ريت يريد الوقت ايش قد مثلا يعني 8 ساعات 4 ساعات شلون اطلعه تقسم الحجم على الفلو ريت حتى يطلع لك الانفيوجن تايم. زين تو كالكوليت ذا فلو ريت ان دروب بير مينت حتى احسب الفلو ريت بالدروب بير مينت احنا قلنا نفس الايكويشن السابقه او احسبها بالمول بير اور. اكو طريقه ثانيه اللي هي مول بير اور او وحده دروب بير مينت والثانيه مول بير اور. زين المول بير اور حيكون بيشن ويت بالكيلوغرام في الدوز بالمايكروغرام بالمليغرام اور باليونت اللي هي بير كيلوغرام بير مينت في 60 على دراج كونسنتريشن. هذا طبعا ماكو عليه مساله هذا مجرد هيك قانون يعني ما تستخدموه. In using the equation dominate for dose and drug concentration must be same لازم الوحدات نفسها بالمايكروغرام بالمليغرام or unit. If the dosage rate is stated in hour لازم يكون عندي مايكروغرام بالكيلوغرام per hour 60 is not needed in equation to arrive the flow rate per hour. فآخر equation هاي أصلا ما بها مسألة فما كنت داعي تستخدموها بس أول اثنين مثلا إذا أجاك مسألة أنا أقول لك نعطيتك الحجم مال الانفيوجن ونعطيتك الفلو ريت يقول لك طلع لي بس الوقت ايش قد تحتاج انه حتى تخلص هاي الانفيوجن او تخلص هاي يعني هذا المغذي فتقسم الفوليوم اوف انفيوجن على الفلو ريت حتى تطلع لك الوقت. والثاني الريت اوف فلو سرعه التدفق اللي هي دروب بير مينيت هم هذا القانون تحفظه مباشره. اوكي يعني طلاب بالنسبه للمسائل الموجوده بالكتاب اي ماما بالنسبه للمسائل الموجوده بالكتاب انا ما اريدها بالنسبه لهاي المحاضره فقط باقي المحاضرات بعدني خليها شيكه واقول لكم. هاي المحاضره مالت المسائل الموجوده بالكتاب فقط المسائل الموجوده عندك هنا بالمحاضره ممكن اغيرك الارقام ممكن شويه الفكره شويه تختلف بس يعني مو فشي صعب انت عندك قوانين تقدر تطبقها وتطلعها مباشره. اوكي طلاب بس افهم الفكره بس افهم فكره الحل بسرعه يعني بسهوله انه يحل السؤال. اوكي يعني